إليكم بتحية الإسلام، تحية طيبة مباركة من عند الله تبارك وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في إذاعتكم، إذاعة معهد الوعي الإسلامي الماليزي إيكيم إف إم. Yang saya hormati penerbit rancangan Hayya Bil Arabiyah Wan Muna Jasman, seterusnya sidang pendengar IKIM yang dirahmati Allah sekalian. Saya Ustaz Muhammad Rushdi alias akan dibantu oleh pelajar saya Hana untuk sesi yang seterusnya insya-Allah. Pada hari ini saya akan menggunakan istifham iaitu kata soalan daripada perkataan kaifa. Maknanya bagaimanakah? Hana akan membantu saya menggunakan perkataan ini insya-Allah. Tafadhali ya Hana. Kaifa haluka ya ustaz? Ma makna kaifa? Bagaimanakah haluka? Keadaan kamu. Naam. Isalini maratan ukhra. Kaifa haluka ya ustaz? Alhamdulillah ana bi khair. ما معنى أنا بخير؟ ساي باي. نعم. اسأليني مرة أخرى. كيف حالك يا أستاذ؟ الحمد لله أنا بخير. ثم السؤال الثاني. كيف حال أبيك يا أستاذ؟ ما معنى كيف حال أبيك؟ بغيمانك؟ keadaan ayah kamu. Naam, maratan ukhra. Kaifa halu abika ya ustaz? Alhamdulillah huwa bi khair. Ma'na huwa bi khair. Dia baik. Naam. Is'alini maratan ukhra. Kaifa halu abika ya ustaz? Alhamdulillah هو بخير. ثم السؤال الثالث. كيف حال أمك يا أستاذ؟ ما معنى كيف حال أمك؟ بغيمانك keadaan ibu kamu. نعم. مرة أخرى. كيف حال أمك يا أستاذ؟ الحمد لله هي بخير. ما معنى هي بخير؟ Dia baik. نعم. اسأليني مرة أخرى. كيف حال أمك يا أستاذ؟ الحمد لله هي بخير. أنا menggunakan soalan yang sama. السؤال الأول. كيف حالك؟ ما معنى كيف حالك؟ Bagaimanakah keadaan kamu؟ كيف حالك يا هنا؟ صحتي غير جيدة. أصابني الحمى. ما معنى صحتي؟ Kesihatan saya. غير جيدة. ما معنى غير جيدة؟ Tidak baik. نعم. أصابني. ما معنى أصابني؟ ساي دي تيمبا. الحمى. دمام. نعم. أسألك مرة أخرى. كيف حالك يا هنا؟ صحتي غير جيدة. أصابني الحمى. ثم السؤال الثاني. كيف حال أبيك؟ ما معنى كيف؟ Bagaimanakah حال أبيك؟ Keadaan ayah kamu. نعم. كيف حال أبيك يا هنا؟ صحته غير جيدة. أصابه الزكام. ما معنى صحته؟ Kesihatannya غير جيدة. ما معنى غير جيدة؟ Tidak baik.
أصابه، ما معنى أصابه؟ Dia telah ditimpa الزكام، ما معنى الزكام؟ سلسمة. نعم، أسألك مرة أخرى، كيف حال أبيك يا هنا؟ صحته غير جيدة، أصابه الزكام. ثم السؤال الثالث، كيف حال أمك؟ ما معنى كيف؟ Bagaimanakah حال أمك؟ keadaan ibu kamu؟ نعم، أسألك مرة أخرى، كيف حال أمك يا هنا؟ صحتها غير جيدة، أصابها القحط. ما معنى صحتها؟ kesihatannya غير جيدة. tidak baik. أصابها، ما معناه؟ dia telah ditimpa القحط. batuk. نعم، أسألك مرة أخرى، كيف حال أمك يا هنا؟ صحتها غير جيدة، أصابها القحط. بارك الله فيكم. بهذا انتهى وقت البرنامج، ونترككم في رعاية الله تبارك وتعالى، وإلى اللقاء. Untuk cadangan dan pandangan, sila emailkan kepada arab@ikimfm.my. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jomlah kita berbahasa Arab. Jom mari belajar bahasa.